السلام عليكم، انا منوعات جوجو. دي قناتي، لو اول مره تشوفوها ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديده اللي بعملها ان شاء الله. النهارده هنعمل مع بعض الايس كريم البيتي الطبيعي 100% بدون اي مواد حافظه وبدون الوان صناعيه. هنبدا مع بعض كده ونشوف المقادير الاساسيه ونقول بسم الله. عندي بقى المكونات الأساسية بتاعتي، اللي عندي زبادي دانت، وعندي زبدية بيور بيضة، وعندي ربع كريم شانتيه، وفراولة متقطعة وكانت في الفريزر، وبرضو مانجا متقطعة وكانت في الفريزر. هاخد الفراولة دي وهفرمها كده في الكبة وهرجع لكم تاني. فرمتها، هحط عليها بقى معلقتين من عسل النحل او عسل الجلوكوز او العسل الشربات التقيل. اهم حاجة لازم يكون تقيل مش خفيف، لان انا الكريم شانتيه اللي انا بعمله ده مش عايزة يكون فيه اي مية خالص. زي ما انتم شايفين كده قلبته، هجيب الزبدية وهحطها عليه. وهقلبهم شوية مع بعض، وهجهز الكريم شانتيه، وهحط من 7 ل8 معالق كريم شانتيه خام من عند العطار مش من الجاهز، ده ما فيهوش سكر خالص، وكمان طعمه بيبقى احلى واطعم من اللي في الاكياس الجاهزة. هقلبهم برضو مع بعض. وهجيب السكر البودر وهحط 2 أو 3 معالق سكر بودر، تبع ما تحبي وتبع ما انتي عايزة. السكر ده تبع الرغبة، لو انتي عايزة تقلليه عايزة تزوديه مفيش اي مشكلة خالص، مش هيضر في حاجة. هقلبهم مع بعض، وهجيب المضرب الكهربي وهضربه بيهم. لو انت ما عندكيش المضرب ممكن تحطيه في الخلاط، هينفع جدا وهتبقى تحفة كمان. هخلطهم كويس كده، وهخلصها واحطها في علبة للفريزر بالشكل ده. الطعم بقى ما اقولكوش، تحفة تحفة بجد، جميل جدا، احسن من بره بكتير، وكمان ضامنة ان ما فيهوش اي مواد حافظة، وضامنة ان هو يبقى مفيد جدا للاطفال. طبعا الاطفال اللي ما بياكلوش زبادي والكلام ده كله ممكن تحطيه في جوه حاجات هما ما يشوفوهاش، وفي نفس الوقت بيحبوا الايس كريم وبيحبوا الحاجات دي. عندي في المانجا برضو فرمتها في الكبة وحطيت عليها 2 أو 3 معالق من العسل. طبعا ده بقى المرة دي مش هحط عليها زبادي، هكتفي بس بالمانجا والكريم شانتيه. 2 3 4 5 6 7 8 8 معالق كريم شانتيه بودر، وهقلبهم مع بعض كويس جدا. دول مانجتين اللي انا عملتهم، دول مانجتين حطيت عليهم 8 معالق كريم شانتيه، وفي نفس الكلام برضو الفراولة، تقريبا زي ربع كيلو فراولة كده، حطيت برضو عليهم 8 معالق كريم شانتيه وعليهم الزبدية اللي انتوا شفتوها معايا. هضربهم برضو في الخلاط او في المضرب. طبعا حطيت برضو 2 معلقة السكر عليهم، زي ما قلت لكم السكر ده تبع ما تحبه، وهحطها برضو في علبة في الفريزر. هفردها كده
وحطها في الفريزر. طبعا هيقعد من 12 ساعة ل 24 ساعة طبعا ما تحبي، عشان يديني القوام المظبوط. هنعمل مع بعض تالت طعم، وهو بالفانيليا. هجيب لتر لبن عليه مكعبات تلج، او لتر لبن متلج متجمد يعني. هحط عليه بقى الكريم شانتيه اللي اتبقى من الربع كيلو، برضو طلع عندي تقريبا 8 او 9 معالق. وهحط برضو معلقتين العسل، وبرضو معلقتين السكر. لو انتي بقى بتتفرجي ونسيتي تعملي اللايك، بسرعة بسرعة طلعي برا واعملي اللايك وارجعي تاني للفيديو. هضربهم كمان بالمضرب لحد لما يديني القوام المظبوط اللي انا عايزاه. كده ما شاء الله القوام بدأ ان هو يعلى، اكن زي الكريم شانتيه. هبتدي بقى ان انا اقسمهم في علبتين. العلبة الاولى دي هحط عليها الفانيليا السايلة عشان يديني طعم الفانيليا زي ما انتوا شايفين كده. هقلبها كويس وهحطها في الفريزر برضو جنب المانجا والفراولة. الجزء بقى اللي اتبقالي من الكريم شانتيه واللبن هحط عليه علبتين من الدانت شوكولاتة، اول علبة كده، وهضربها بالمضرب. وبعد كده هحط عليها العلبة التانية. طبعا ساعات كده بحب احط كيس نسكافيه بيديها طعم تحفة. جربوها وان شاء الله مش هتندموا ابدا، وهتحبوا ان انتوا تعملوا الايس كريم بايديكوا في البيت، انضف واطعم من بره بكتير. متنسوش بقى التعليقات بتاعتكم الجميلة اللي بتديني دايما طاقة ايجابية وتدعمني ان انا انزل فيديوهات اكتر. هحط العلبة التانية كده. الطعم ده بقى احلى طعم فيهم بصراحة، عجبني جدا. هحطه برضو في علبة في الفريزر وهسيبهم لمدة 24 ساعة. وزي ما انتوا عايزين بقى اول ما تخرجوهم من الفريزر ممكن تسيبهم 5 دقايق كده او حاجة لحد لما تفك. ما تخافوش مش هتسيح قوي زي اللي بتيجي من برا، لان دي ما فيهاش مية. خرجتهم من الفريزر زي ما انتوا شايفين كده، عندي طعم الفانيليا وعندي طعم اللي بالمانجا وطعم الفراولة وطعم الشوكولاتة. بصراحة الأربعة طعمهم طلع تحفة، أحلى من بعض وبدون مواد حافظة وبدون أي ألوان صناعية. دي مش نافعة تطلع معايا قوي عشان لسه كانت لسه متجمدة. حطيتها ومعاها اللي بالشوكولاتة، وأحط برضو عليها اللي بالفانيليا والمانجا. ده صوص شوكولاتة كنت عاملاه، حبيت ان انا احطه كده عليهم للاولاد، بجد حبوا طعمه وكمان شكله كان جميل جدا. اتمنى بقى تجربوا الوصفة دي وتقولولي ايه رأيكم. وما تنسوش بقى اللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس، وما تنسوش التعليقات. انا بستنى تعليقاتكم الجميلة، بتديني بجد طاقة ايجابية وبتفرحني جدا. واتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. أشوفكم بقى على خير، فيديو جديد، وإلى اللقاء من منوعات جوجو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.